الحكومة دي ضمت من بين ما ضمت اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية في هذا الوقت. واللواء أحمد جمال الدين له تاريخ معهم، وقبل كده قدم التقرير اللي أثبت أنه في تزوير في الانتخابات قبل إعلان النتيجة. و جه وزير داخلية في الوقت ده، كانت أحداث العنف بتتوالى في سيناء. لكن الأخطر لو تتذكروا الحادث الإجرامي اللي ارتكبه 35 إرهابي ما بين مصري وبين فلسطيني في منطقة رفح قبيل انطلاق مدفع الإفطار بقليل. الكلام ده كان إمتى؟ كان في 5 أغسطس 2012. الجنود المصريين كانوا موجودين مرابطين في كمين الحرية جنوب منطقة رفح بالقرب من منطقة كرم أبو سالم اللي بتقع داخل الحدود مع القوات الاحتلال الإسرائيلية. المتآمرون جم في دقائق معدودة قتلوا 16 جندي أصبحوا في عداد الشهداء، وأصيب 7 آخرون. طبعا حادث عمل يعني ضجة كبيرة جدا وصدمة للمصريين الحقيقة في الوقت ده. في صباح اليوم التالي 6 أغسطس مرسي عقد اجتماع بحضور عدد كبير من المسؤولين، وكان بينهم المشير طنطاوي وزير الدفاع واللي هو أحمد جمال الدين وزير الداخلية وعدد من المسؤولين. التقارير اللي تقدمت في هذا الوقت أكدت أن الحادث ده كان مخطط ليه، وأن المؤامرة دي ليست بعيدة عن جماعة ياهم. الغضب كان عارم جدا في الشارع، البيوت، الحزن كان مسيطر على مصر كلها. جرى تشييع جثامين الشهداء 16 من مسجد آل رشدان بمدينة نصر في جنازة عسكرية. وأنا فاكر كنا قاعدين في المسجد، المصلين ضربوا هشام أنديل بالأحذية. محمد مرسي ما جاش، حضر مشير طنطاوي، حضر عدد كبير من قوات المسلحة، القوات المسلحة والشرطة. وفوجئت بالجماهير شايليني على الأكتاف، وبدأنا نهتف بسقوط حكم الإخوان. كان تشيع جثامين 16 مسألة الحقيقة يعني سبب الجرح في نفس كل مواطن مصري، هزت المشاعر، حسستنا ان بلدنا مستباحة وان المؤامرة كبيرة، وان من يحكمون مصر في هذا الوقت ومن يقفون خلفهم من خلف ستار او حتى في العلن لديهم خطة تهدف الى تفتيت هذا الوطن. تابعنا الاحداث، شفنا تفاصيل كثيرة جدا لا داعي لذكرها. لكن بعد إقالة اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة في الوقت ده، تم إحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من قادة القوات المسلحة للتقاعد. في الوقت ده اختير اللواء عبد الفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية، ومنح رتبة الفريق أول، وتولى منصب القائد العام ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي. وأيضا اللي هو صدقي صبحي اللي منح رتبة الفريق تولى أيضا رئاسة أركان حرب القوات المسلحة. أذكركم بما حدث يوم 15 يوليو 2012 لما المشير طنطاوي إدى 4 ورقات لأربعة من أعضاء المجلس العسكري واختاروا الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والفريق صدقي صبحي رئيسا للأركان. وجاب أيضا عدد آخر من القادة حلوا محل القادة اللي تم إحالتهم للتقاعد، قادة الأفرع الرئيسية. منذ هذا الوقت بدأت البلاد تدخل مرحلة جديدة في تاريخها المعاصر. ومنذ هذا الوقت كنا على ثقة أن جيشنا المصري العظيم يدا بيد مع الشرطة لن يسمحوا أبدا بسقوط الوطن. يمكن شفنا ايه اللي حصل ساعة الاحتفال بنصر اكتوبر، مين اللي كان موجود، مين اللي كان بيلف بالعربية،
لم يكن أحد من القادة التاريخيين لحرب أكتوبر موجود. بدأت الأوراق تتكشف، وبدأ الشعب المصري يدرك أنه دخل إلى النفق المظلم. لكن المصريين لم يحبطوا ولم ييأسوا ولم يتراجعوا ولم يستسلموا. جينات هذا الشعب فيها الوطن، دم هذا الشعب يسري فيه اسم مصر في كل جزء من جسد الإنسان.